كل يوم في هالمؤتمر بهدف الاطلاع على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الطبية في مجال الطب الحوادث. كتير انبسطت بالمؤتمر، استغليت الفرصة لأنه أول مرة ينعرض ونعمل هنا بالعين. فرصة لأنه كتير حلوة كمان أنه نتعرف على المواضيع اللي بالوركشوب، نتعرف على الناس. ما شاء الله الترحيب والاستضافة كانت جدا رائعة. كتير مبسوطة بهالتجربة، وإن شاء الله عن قريب يعني حابين نحضر كمان وكمان زي هيك ووركشوب. أنا كتير بنشجع وكتير بنحب نكون إن شاء الله أول الواصلين لمثل هيك ووركشوب أو مؤتمرات. وطبعا بشكر كتير مستشفى العين على هالفرصة اللي قدموا لنا إياها لنحضر هيك مؤتمرات.